يا شيخ، هل في ثوابت للرؤى؟ انه لا شفت كذا معناته كذا؟ لا يعني دائما الشباب نسمعهم يقولون ان الحيه والعقرب. لا لا, لا لا لا، احدى النساء رات في المنام حيه كبيره كانها في مزرعتهم، مزرعه الوالد، تقول المتوفي راينا في حيه كبيره، فجاه وجدنا الحيه قد قطعت اوصال، لما التفتنا وجدنا اخي معه عصا وقد قسم هذه الحيه الى اوصال، وفجأة تقول رأيت على الطرف الآخر من الحية رجل مسلسل مربوط بسلسلة من رأسي حتى أخمص قدمي. فقلت لها سؤال، أنتم عندكم مزرعة كبيرة؟ قالت نعم. قلت سيأتيها طريق يقسمها نصفين. قالت وصل الطريق. قلت بيأتيكم بثمن الطريق أو الجزء الذي سيؤخذ بمبالغ كبيرة جدا. يا نعم، وكلت معرس ديونه ولا قلت وكلتم اخوكم هذا بالموضوع؟ قالت نعم. قلت اللي الجزء اللي على يمين الطريق قريب منه صناعيه عندكم صناعيه؟ قالت اي نعم. قلت اذا عليكم بالتالي، الارض كبيره جدا، الجزء اللي على اليمين يقسم ويكون تبع للصناعية، يعني صناعية أخرى تبع للصناعية، وأما الثانية الجزء الثاني اللي على اليسار فهذا يصلح سكني. هكذا هي الرؤية، ما لها علاقة لا بسحر لا بعين لا بغيره. أعطيك مثل سريع في مسألة الرؤى، رمز واحد يختلف على حسب سياق الرؤية. إحدى النساء رأت في المنام كأن أمها ولدت ذكر، ثم مات الذكر هذا الولد، ثم ولدت أمها ولدت أيضا ذكر. قلت خير إن شاء الله، أحد إخوانك يتسلف 10,000 ريال ثم يسددها ويتسلف بعدها ويستدين مبلغ 10,000 ريال. فقالت والله إنه اليوم تسلف 10,000 ريال. هذه واحدة. امرأة قالت في المنام أني رأيت كأن معي طفل لا أعرفه. شوف هذا الرمز السابق فيها رمز طفل، صح ولا لا؟ الرؤية السابقة فيها رمز طفل. الرؤية هذه الثانية، أحد الأشخاص رأى في المنام أنه كأن، أو إحدى النساء رأت في المنام كأن معها طفل، تقول هذا الطفل لا أعرفه، معي سيف، تقول ضربت السيف أو ضربت الطفل بالسيف فسقط رأس الطفل، فأخذت السيف ولعقت الدم اللي في السيف. قلت خير إن شاء الله، أنت عندك مشكلة في وجهك، أنت أصبت بعين في الوجه، وعلاجها أو علاج هذه العين بزيت الزيتون، تدهنين بزيت الزيتون. قالت والله لي 20 سنة معالج من حساسية في الوجه، ما وجدت في الكريمات والمراهم والعلاجات شيئا فائدة أبدا، قلت علاجك بزيت الزيتون. طبعا أعطيكم الرؤية الثالثة ثم أعود إلى تفسيرها بسرعة حتى ما يدك إلى المخالف وخالف بدي ناظرنا على طرف. الثالثة، امرأة رأت قالت أنه بعد زواجي بأسبوع رأيت في المنام، طبعا هذا قبل فترة طويلة، قالت أني رأيت في المنام كأنه يعني ولد ذكر لزوجي جميل وعيونه زرق، وكان يتلفت وهو صغير يعني في بداية ولادته ويتكلم، فتعجبت كيف يتكلم وهو صغير، فقلت هذا جوال يهدى زوجك، جوال كاميرا صناعة أوروبية، جوال كاميرا يهدى زوجك بعد زواجه بفترة يسيرة. فقالت والله أنه بعد 3 أيام من زواجي حصل المهدية بجوال كاميرا صناعة أوروبية. أعود إلى الرؤى بسرعة، طبعا كل هذه الرؤى الثلاث فيها أطفال، صح ولا لا؟ لكن كل رؤيا يختلف المعنى عن الرؤيا الأخرى. أما الرؤيا الأولى فالطفل حينما يكون في بطن أمه الأصل أن يكون 9 شهور، صح ولا لا؟ إذا ولد يكون في الشهر 10، فهذا شخص أو أحد إخوانها لأنه ذكر المولود، والعشرة تدل على رقم 10 لأن العلاقة بين الولد وبين أمه علاقة دين لا بد أن يؤديه، هذا واحد، فمعنى هذا مبلغ وعدد قيمة 10، هل يعقل أن يكون استدام 10 ريالات أو أنه 10 ملايين؟ الأقرب أن يكون 10,000، لأنه بعد ما يولد يبدأ بالشهر 10 من بداية خلقته ومن بداية خلقه، صح ولا لا؟ فهذا دين 10,000، بعده
مات الولد يعني قضي انتهى الدين. يأتي بعدها أنه استلف ثاني 10,000 بعد أن ولد الولد الثاني. الرؤية الثانية الطفل له نفس، فهذا ليس شخص معروف، إنما المقصود به النفس، وفلان قال فلان من الناس أصيب بنفس أو فلان به نفس يعني فيها عين، صح ولا لا؟ وين علاقة النفس؟ وين مكان الوجه؟ إذا قلنا أن كلمة سيف عكسناه وش تصير؟ فيس. فيس بالإنجليزي إيش؟ وجه، معناها أن العين أصابت الوجه. والدم حال لزوجته بعد خروجه لزوجته لزوجة زيت الزيتون، فمعناه أن علاج هذه المرأة بزيت الزيتون. إذن هذا الطفل الثاني يدل على النفس على العين. الرؤية الثالثة رؤية الطفل، هل من معقول أن الطفل في الشهر الأول أو في بداية في أيامه الأولى من الولادة يتكلم؟ لا يمكن أن يعقل، كما أن الحديدة لا يمكن أن تتكلم، كما أن البلاستيك لا يمكن أن يتكلم. إذن ما هو الشيء الصغير الذي يتكلم؟ الجوال في الغالب. وكون عين هذا الطفل زرقاء فمعناه أن صناعة أوروبية، عيونهم زرق، فهذا معناه نسبت إلى الزوج، معناه أنه سيتحصل شيء جديد وهو معناه هدية ستأتي لزوجها. طيب الشيخ، هذا عيونه زرق مو بأوروبي ده شو؟